الله يعطيكم العافية. ظل كمان مقطع اللي هو شرح عن برنامج الامتحان، بدي أحكي عن الداتابيس الأكسس. طبعا هون عندي مجموعة من التابلز والكويريز، أوكي؟ هون لو تلاحظوا كل هاي تابلز أو كويري، تابلز أو كويريز، ماشي؟ هلا بمجرد أنا ما أكتب مثلا، بدي أدخل على الصف الثامن، بكتب 8 هون في خانة البحث فوق، بكتب هون 8، فبيطلع لي يا إما كويري او كويريز، اوكي، يا اما هون عندي مثلا تيبل الصف الثامن العربي مثلا 8 تي اتش اندر سكور ارابيك، 8 تي اتش اندر سكور مهني مثلا، 8 اندر سكور 8 تي اتش اندر سكور كمبيوتر. هلا الكمبيوتر، لا البرنامج لما بدي يدخل على الامتحان بدور على، مثلا اجى الطالب دخل على امتحان الصف السابع، بدور على 7 تي اتش اندر سكور والماده، فاي اضافه مش راح يشوف هالبرنامج. فانا هذا الاشي اللي بخليني اعزل الفصل الاول عن الفصل الثاني. يعني لاحظوا هون مثلا هون شو كاتب انا؟ 8 مهني تامن، تفضل، تامن تي اتش اندر سكور مهني فيرست سمستر. فانا بالفصل الاول السنه الجايه ان شاء الله يعني بشيل الاضافه تبعت فيرست سمستر وبروح على الثامن تي اتش اندر سكور مهني اللي هي تبعت الفصل الثاني هذا اللي انا فيه هلا، بكتب عليها سكند سمستر مثلا. يعني الفصل الحالي اللي انا بكون فيه لازم يكون من غير اضافه، بس 8 تي اتش اللي هو صف ثامن اندر سكور واسم الماده من غير اضافات. بينما عشان ما احذف الجداول مثلا تبعت الفصل اللي انا مش فيه بضيف عليها اي اضافه. هون طبعا، طب كيف انا بدي، والله بدي اعمل نسخه مثلا امتحان فيزياء للصف الثامن، كابي للجدول وبعمل له هون بيست. فهون بيسالني شو بدك تسمي اسم الجدول مثلا، وبدك، هل بدك البيانات والقواعد؟ لا انا بدي بس القواعد، بدي بس القواعد يعني الاستراكشر تبعت اللي هو التابل. وهون بغير الاسم، بشيل كابي اوف هاي بحطها بخليها 8 وبشيل كلمه كمبيوتر وبكتب مثلا فيزيكس او بكتب ماثماتكس او الماده اللي انا بدي اياها، مثلا هاي ماث او مثلا جيوغرافي، مثلا اجتماعيات، اوكي كابس انا كابسها جيو، وبدي ستراكشر اونلي. هلا صار في عندي هون تيبل، هاي فتح جديد، ماشي يا شباب الصوت، هون في عندي جدول جديد فتح، ببلش في الارقام رقم 1 وبكتب السؤال والاربع خيارات، هاي هون مثلا كويستشن، وهي هون تشويس 1 choice 2، ماشي، في عندي choice 3 و choice 4 والسوليوشن. حكينا السوليوشن يا جماعة بعمل كوبي بيست ما بين الحل الصح، يعني مثلا الحل الصح كان في الخيار الثاني، بعمل له كوبي وبعمل له بيست في السوليوشن عشان ما انا اكتبه مرة ثانية ويكون في فرق بالإملاء او يكون في فراغ زيادة او بهذا الاشي. لانجوج حكينا عشان السؤال والاجوبة تطلع من اليمين على اليسار او اليسار لليمين. فهون بس بنكتب يا انجلش يا عربيك، بس بالانجليزي يا بنكتب انجلش يا عربيك. انا هيك عاملها وحاط جوا الكود انه اف انجلش خذ لي يا رايت تو ليفت فيهم او ليفت تو رايت في كل التكست بوكسز، واف عربيك خذ لي اياهم من فروم رايت تو ليفت. سكر الباب. طيب هذا مثلا انا هيك انا بجدول الاسئله صف ثامن. انا هلا ما بدي جدول الاسئله، بدي الكويري. الكويري انا من شوي عملت كويري مثلا هاي ثامن كمبيوتر، لو دخلت هون بيطلع لي مين الصف الثامن اللي قدم امتحان مثلا، هون عندي العلامه 20 من 20 وقدم كمبيوتر وسكند اكزام. هذول على فكره اليوم كانهم لا بي سي 1، هي 25 ابريل صحيح اليوم هذول، ماشي سكند اكزام. استاذ زميلي مش ممتحن الطلاب فعمل امتحانهم اليوم الشهر الثاني، اوكي. هلا مثلا حبيت انا اعمل والله تامن جيم سي، يعني جيم انا عاملها هون يعني الجيم حاطه سي، اوكي. مثلا حاب اعملهم تامن جيم كويري، يعني لانه انا كل حكينا كل العلامات بتتخزن للطلاب بمختلف المواد في تيبل واحد، فعشان ما ادخل هناك واتخربط بعمل كويري تامن الف كمبيوتر، تامن الف مهني، تامن حسب شو انا بعمل اسئله، يعني شو بعمل اسئله للطلاب. هل تامن مثلا تامن عملت لهم عربي فبضيف كويري للعربي، عملت لهم رياضيات فبضيف كويري للرياضيات، عملت جغرافيا عشان يطلع لي الصف الثامن في الجغرافيا قد جابوا من غير ما ادخل على الجدول الاقي كل العلامات، اوكي. هذا اول شغله بدي احكيها. الشغله الثانيه، في عندنا تيبل اسمه لوجن، تيبل اسمه لوجن، هون بكون في بيانات الطلاب اللي تم ادخالها،
اسم الطالب الرباعي واليوزر نيم اسمه بالانجليزي. يفضل يفضل انا حسب ما بحب يعني لما اجي ادخل اسم طالب جديد هون مثلا يفضل انه يكون الاسم الاول بالعربي. انا خليت التكست بوكس تتحول لعربي اصلا، لو كانت انجلش تصير عربي. اسم الرباعي يفضل، الباسورد نعيده مرتين يا جماعه، اربع وحدات نكتبه مرتين. وهون يفضل يكون يعني انا هلا خليني هون مثلا اوكي تاب 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 اوكي تحولت اللغه. مثلا اجي اكتب نزار بهذا الشكل من غير فراغات وكابيتال اول حرف كنوع من انواع التنسيق. وتاب هي حكينا اللي بتتنقل بال خلينا نحكي بالاوبجكتس اللي موجوده على هذا الفورم ماشي. فكل شيء انا بخزنه هناك بيطلع هون، بقدر اعمل يعني تعديل. مثلا بدي اعمل موديفاي لمعلومه معينه ممكن اعملها من هون. هاي الباسورد تبعت الطلاب، انا كنت زمان اخلي الطلاب يختاروا الباسورد هم، بس غلبوني بشكل كبير في الامتحان، استاذ نسيت الباسورد، فصرت احطها كلها وحدات الا اذا في طلاب يعني اصروا انهم حابين تتغير الباسورد تبعتهم ماشي. هذا التيبل الثاني، او ايش حكينا تيبل الاسئله، وبعدين الكويري اللي هو لا يعتبر تيبل، الكويري تيبل اللوجن اللي بتخزن فيه كل اسماء الطلاب. في عندي تيبل اسمه الكورس، هذا اللي انا بس اضيف ماده، يعني طلعوا بدي اضيف ماده مثلا اسميها نزار مثلا اوكي، وسكرت التيبل. هلا بدي ادخل على الامتحان، لاحظوا هون مثلا صف ثامن والف طلعوا المواد، في ماده صار اسمها نزار، يعني اي اضافه بضيفها على التيبل هناك بتطلع هون. فانا ضفت ماده جغرافيا لازم اضيفها هون للطلاب، والكلمه اللي بتنحط هون لازم انا اسمي، يعني مثلا كتبت اسم الماده جيو جيوغرافيك، فلازم لما انا بدي احطها للصف الثامن تكون ثامن تي اتش اندرسكور جيو، مش اروح اغيرها هناك، يعني لازم الاسم واحد اللي بيطلع هون نفس اللي بتخزن في اسم التيبل. لاني انا عامل زي ما حكيت من شوي انه يعني الطالب مثلا هي تام، شفتوا هي 8 بضيف عليها اندرسكور وبضيف عليها الكلمه اللي هون، فبدور على تيبل بهذا الاسم. فلو دورنا على تيبل بهذا الاسم مش موجود في التيبلز راح يعلق الكمبيوتر اللي هو البرنامج. نرجع هون مره ثانيه، كورس حكينا عنها، ضل في عندي تو تيبلز مهمين. التيبل الاول اسمه اكزام سيتنج او قبل الاكزام سيتنج، بدي ارجع على الصف الثامن مثلا كمبيوتر ماشي، وين كمبيوتر هيو هون. لاحظوا كم سؤال عندي انا هون، من 1 ل 43. طب بلاش الثامن توجيهي، شوفوا قديش انا متغلب في اسئله التوجيهي، عندي 260 سؤال كاتبهم في 3 اسابيع. طيب هلا كيف بدي احكي للكمبيوتر ولد ارقام عشوائيه ما بين الواحد وال 260؟ بروح على تيبل انا مسميه كيو ان، كيو ان يعني انا مسميه هيك كويشن نمبر هيك مسميه يعني. هذا التيبل بكتب اسم الصف والماده اللي هو يعني هذا اسم تيبل، هذا اسم تيبل ماشي، هذا اسم تيبل 10 اندرسكور 10 تي اتش اندرسكور مهني. فانا مثلا التوجيه اللي هو 12 كمبيوتر، شو انا عامل هون؟ بحكي له من 1 ل 82، يعني ولد لي ارقام عشوائيه من 1 ل 82. يبدو انه الاستاذ زميلي بده امتحان في الوحده الاولى بس، والوحدة الأولى بتخلص يمكن عند 82، خلينا نشوف، أنا ما بعرف شو عامل هو، بس خلينا نشوف، أشوف 82 وين بيجي. هاي 82 فعلا، يعني هون آخر سؤال في الوحدة الأولى، فهو الأستاذ بدي يمتحنهم في الوحدة الأولى، فبتخلص الوحدة الأولى عند سؤال 82، فبروح هون على الكويشن نمبر بحكي له من 1 ل 82، بولد أرقام عشوائية ما بين الواحد وال 82، كم رقم عشوائي بدنا؟ 30 سؤال، 40 سؤال، 50 سؤال، بس لازم عدد الأسئلة ما يكون أكثر من الفترة هاي، يعني ما بصير أحكي له ولد لي 90 سؤال من 1 ل 82. ما بصير احكي له والله ولد لي 20 رقم عشوائي من الواحد للعشرة، يعني في اساتذه معينين حكيت انه والله جايب لي 10 اسئله، كيف بدي اعمل 20 سؤال في العشرة؟ ما بزبط. فهون برضو التعليق الثاني، لانه هو بقارن كل مره السؤال اللي تم توليده، هل موجود او الرقم اللي تم توليده في الخلايا تبعت المصفوفه، هل تم توليده من اول؟ اذا لا، اذا تم توليده لازم يختار رقم ثاني. فلما والله 20 خليه، كيف بدي اولد فيهم 10 خلايا في الاري، كيف بدي اولد فيهم 20 رقم عشوائي وعدد صحيح؟ يعني ما بزبط. طيب من ضمن الشغلات اللي بتخلي اللي هو البرنامج يعلق، اخر شغله في عندي خلينا نحكي تيبل اسمه اكزام سيتنج،
هذا بدخل فيه هون اللي هو عدد الأسئلة، مثلا هون exam أو number of question 40 سؤال، هاي الطلاب بعدين بمتحنوا هلأ 40 سؤال و35 دقيقة. show result إذا بدي أبين للطلاب العلامة، إذا شلتها ما بتبين للطلاب العلامة بس يعني بتتخزن عندي من غير ما تبين للطلاب. هذا الحكي صراحة بعمله أحيانا في الامتحان النهائي عشان ما يغلبون الطلاب. RTL إذا شلتها بيطلع كل الأسئلة من اليسار لليمين، إذا حطيتها كل الأسئلة من اليمين لليسار، إلا في حالة إني أنا عدلت على البرنامج. أنا أصلا عدلت على البرنامج، حطيت زي ما حكيت جنب كل سؤال كلمة إنجليش أو عربيك، إذا كان إنجليش بتتحول من اليسار لليمين، إذا كان عربيك. يعني هذا إشي قديم لغيته تقريبا، وهذا ما علينا منه. هذا إذا بدي أطبع تقرير بحط هاي الطلاب بخلصوا امتحانه بطبع تقرير. وهون يا جماعة الكلمة اللي بدها تطلع في الامتحان واللي بدها تنضاف على اسم الملفات، أوكي؟ وهون إذا شلت هاي ما حدا بيقدر يدخل على الامتحان لو كان من مختبر تاني. بس هذا بلزم لما يكون في عندي جهاز واحد سيرفر مخزن عليه نسخة واحدة من الداتابيس. يعني حلو إنه كل الأجهزة مربوطة في هذا في هاي الداتابيس، مش أروح ألف على جهاز جهاز أشيل الصح، لا بشيل الملف كله بالمرة. ليش اقعد اتغلب ولا 30 جهاز ادخل عشان اشيل الصح؟ لا، بس انا لما كلهم زي مختبري انا هذا كلهم مربوطين في جهازي الرئيسي بشيل الصح، ما حد بيقدر يدخل على الامتحان. بالله واحد يدخل على الامتحان، ادخل على اسمك اشوف شو بيطلع على السريع. بس على هذا الجهاز الثاني خلينا نشوف هذا الطالب بده يدخل على الامتحان. احاول اصور من هون، مش ايوه اوكي ان شاء الله ما تطفي الكاميرا. هلا بتعمل فوكس. بدنا نشوف هلا شو راح يطلع له مسج. يفترض انه ما يدخل. واقف شوي، شو الرسالة اللي طلعت لك؟ It's not an exam time now، صح؟ هذا كله الحكي هذا عشان شلت هاي التشيك. خلص حبيبي اعمل اوكي. طبعا هون في طلاب بيقدموا امتحانات على فكره هاي يوم عندي، بس نرجع هون. كل هذا عشان انا شلت تشيك من اللي هو الاكزام سيتنج. هاي هيك في امتحان يعني. وهاي الجمله اللي حكيت لكم عنها الجديده هاي، انه هذا بلزمني في الكويري. يعني لما انا مثلا يعني كلمه فاينل اكزام، هلا لو رحت على التابل الرئيسي اللي اسمه جريد هون، حكت له طلع لي بالإكزام بيريود أنا مسميها اسم الفيلد، طلع لي الفاينل إكزام. لاحظوا وين فاينل هيها. سوري بشيلهم كلهم أول بعدين بحكي له بس طلع لي الفاينل إكزام. شوفوا طلع هيك بس الفاينل إكزام. فأنا بقدر أعمل فرز عن هذا يعني بهاي الطريقة.